السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بيتزا. عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض، الحليب على حسب الخليط، الحليب دافي، 3 معالق كبار ديال القشده الطريه ديال الطبخ، 50 غرام ديال الزبده اللينه، عندي 10 غرام ديال خميره الحلوى بيكن باودر، قبصه ملاح وشويه ديال الابزار. بالنسبه للحشوه عندي كفته العبر اللي بغيتو، وعندي الطون، عندي جبن موتزاريلا والزيت الاسود ولاصوص طوماط. انا عندي هذه فيها التوابل، شريتها واجده، ممكن توجدوها في الدار. دابا ضفت انا الدقيق والزبده والملاح والخميره والفلفل الاسود. بعد ما ترملت العجينه غادي نضيف لها 3 معالق ديال كريمه ديال الطبخ. اللي ما عندوش متوفره ممكن يعمل زبادي. دابا غادي نزيد الحليب. كما كتشوفوا العجينه بعد ما عجنتها كتجي رطبه. غادي نخليها ترتاح 20 دقيقه ونعاود نرجع لكم. بعد ما ارتاحت قسمت على 3، غادي نطلق العجينه الاولى. دابا بعد ما طلقتها غادي نشكها شويه بالفرشيطه، وغادي نزيد لها لاصوص طوماط. العجينه ما كتكونش غليطه بزاف وما كتكونش رقيقه. من بعد غادي نضيف لك الكفته، واللي عنده اي حاجه في الدار ممكن يضيفها، يعني ما يتقيدش بهاد الطون والكفته. صافي، وغادي نزيد الزيتون والجبن الموتزاريلا والجبن كذلك كما كنقول دائما، اللي عنده جبن في الدار كما كان. دابا غادي ندخلها الفران اللي سخنته على 150 درجه، المده ديال الطهي ديالها ما كتفوتش 10 ديال الدقائق، 8 ديال الدقائق. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء في الفيديو القادم.